كثير ناس بتحكي لي انه طب انت كيف قادره تعيشي وبيتك مستوطنين وحواليك مستوطنين قدامك مستوطنين وراكي مستوطنين وكيف ما بتخافي؟ You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it. لأنه أنا ربيت هون وخلقت هون بحس إنه يعني مستحيل أبدل هذا المكان في العالم كله. لا أؤمن بمحاكم الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية لأنه بالنهاية القضاء نفسهم مستوطنين، القوانين وضعت لخدمة الاستيطان والمستوطنين، فصراحة ما بيكون عندي هذا الأمل إنه والله ممكن ينصفونا، لأنه بالنهاية ما بدهم إيانا أصلاً نكون هون، بدهم يطهرونا عرقياً. والله لما أخذوا بيتي يمكن قعدت سنتين أو ثلاثة، كل ما بمرق على جوا عيني بتدمع، أنا ما بكيتش إلا أمي وأبوي. مش رح نروح محل، رح نضلنا ببيوتنا لآخر لحظة. تهجرنا بال48 من حيفا، وتهجرنا كمان إحنا مش كاملين لأنه حبسوا والدي، تهجرنا إحنا أمي والخوات، وحبسوا الوالد 9 شهور واستولوا على المطعم اللي إله، كان عنده مطعم على المينا ولا زال عندي الترخيص تبعه، وحبسوه واخذوا المطعم منه. ومن وقتها لليوم وإحنا في مشاكل مع الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية التي تدعي الملكية، هم لا يملكون أي ورقة تثبت ذلك. هلا هم حاطين أمامهم بزر مسكر، وقيموا شقفة منه، ما بيجوش وهجموا مرة واحدة، شقفة عماله بيسرقوا منا. احنا كيف بيقولوا فلسطين بلد الزيت والزيتون، احنا زي شجر الزيتون راسخين زي احجار القدس، ثابتين مصبرين، ما ممكن حد يطلعنا. مش حدا بيرضى لحاله يسلم بيته لسارق، ما حدا بالدنيا، فمش رح نطلع من بيوتنا.